السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فاطمة. اليوم أنا سوف أعرض لكم خط البطاطس المقلية الأوتوماتيكية بالكامل. هذا خط البطاطس المقلية واحدة دون فساء. الأول آلات اسمه ناقل رفع. ثم ندعو البطاطس فيه. بعد فهنا يوجد ماء. فهنا ماء يعمل تنظيف مرة واحدة من ناقل رفع البطاطس من هنا إلى آلات اثنين. ثم فهنا يوجد اثنين آلات اسمه تنظيف وتقشير. كل أوتوماتيكية بالكامل. في هنا يوجد تسع فراش. فرشة مصنوعة من نيلون 1010 من آلات تنظيف وتقشير إلى آلات اسمه خط الإنتاج. في هنا يوجد بطاطس ساعة. ثم نحن سندعو كذا من خط الإنتقائي إلى آلات. هذا اسمه ناقل رفع. ثم بعد إلى تقطيع البطاطس المقلية. هذه آلات اسمه تقطيع البطاطس المقلية. هذا إنتاج كبير جدا. ثم البطاطس المقلية سندعو فيه. في هنا يوجد ماء. يعمل الماء كالحاجم لمنع البطاطس من انكسار. هذه آلات اسمه إزالة البطاطس المقلية الشظايا. في هنا شوف بطاطس قصيرة وصغيرة. آلات اسمه تنظيف فقاعات. في هنا يوجد ماء لتنظيف بطاطس المقلية النشاية. هذه اسمه آلات سلق المستمر. في هنا طويلة جدا. إنتاج كبير. ثم تحتوي على هذه الآلات على نوعين. الأول تسخين الكهرباء والثاني تسخين الغاز. ثم ندعو البطاطس المقلية ورقائق البطاطس فيه درجة الحرارة 95 درجة. ثم ندعو فيه 30 ثانية. من آلة السلق المستمر. ثم ستدخل إلى إزالة المياه باهتزاز. من خلال الاهتزاز أعلي التردد. هذه خط اسمه تجفيف الهواء. إزالة الماء عن طريق هواء بارد ذو ضغط الأقل. بعد خط تجفيف الهواء ثم بطاطس المقلية ستدخل إلى ناقل رفع. بعد سأشوف هذا آلات اسمه ماكينة القلي المستمر. ماكينة القلي المستمر تحتوي على نوعين. الأول تسخين الكهرباء والثاني تسخين بالغاز. بعد القلي المستمر ثم بطاطس المقلية ستدخل إلى إزالة الزيت بالاهتزاز. بعد إزالة الزيت ثم ستخرج إلى ناقل رفع. بعد بطاطس المقلية ستخرج إلى خط التجفيف الهواء. عن خط التجفيف الهواء إزالة الزيت. بعد إزالة الزيت عن طريق الهواء بارد ذو ضغط عالي. ثم كل بطاطس المقلية ستخرج إلى ناقل رفع. هذه
هذه آلات اسمه خط التجميد السريع. ندعو البطاطس المقلية فيه 15 إلى 20 دقيقة، ثم بعد درجة البطاطس المقلية تحت 18. هذه آلات اسمه ماكينة التعبئة وتغليف أوتوماتيكية بالكامل، فيهن وزن وتعبئة كل أوتوماتيكية، لا يحتاج عامل. اليوم كله انتهى، شكرا لكم.